ده مشروع عمري، حلمي من وانا عندي 17 سنة. الخرابة دي حلمك؟ الخرابة دي هتبقى حاجة تحفة، محدش هيصدق ان المكان ده موجود في مصر، بس يا رب يوفقني واعرف اجيب التصريح بتاعتها. طيب ما تدخلني معاك في الليلة دي وهيب. ايوه حسن، سوري معلش نسيت. طب خليك معايا هخش على الناس ده واقولك حالا. كنت بقول لو تدخلني معاك في الليلة دي ووزتنا في دقيقنا ونبقى شركة، ويعني اللي نعرف احسن من اللي ما نعرفوش. مش هينفع تيتو، انا ابويا نفسه عايز يخش معايا وانا مش موافق. هفرس انت مش قلت لي هتشوف لي حاجة اعملها؟ بس بعيد عندي يا تيتو والنبي. يا جدع انت زي ما تكون فاهم ان انا داخل اخربها لك يعني. ايوه حسن، لا كوالكم نزلت 12 سنت بس اوراكل طلعت 20. لا 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 ما تبيعش، كلمني بكره في المكتب. ماشي سلام. انت شفت صور الخطوبه؟ بص والنبي خلقتك اتم، عشان كده ما كنتش عايز تصور. ها هي الانسه نور بتشتغل ايه؟ اخصائيه تخاطب. مؤاخذه يعني ايه يعني؟ يعني بتعالج الاطفال اللي عندهم تاخر، اللي هم يعني ربنا يعفي عنهم متخلفين يعني. بس ما همش متخلفين يا تيتو. طب وفي حد متكلم عليها؟ تيتو النور مش ليلتك، مش هتعرف لا تتسلى بيها ولا هتعرف تتجوزها. طب نتسلى بيها دي وفهمناها، ما اتجوزهاش ليه بقى لا مؤاخذة؟ عشان هي بنت ناس وانت جربوع. ايه جربوع دي يا فارس؟ ايه انت زعلت ولا ايه يا عم؟ بهرج معاك، هظبطك معاها وانت حر، بس بلاش كلمة متخلفين دي قدامها. يا عم يا كيمي خلاص انا لقطها منك، متأخرين مش هتني متخلفين دي. ما تتكلمش معاها في الموضوع ده خالص. بتاع المتخلفين مش هتكلم فيه خالص والله. عليا النعمة انت المتخلف. المطعم بتاعي هيكون حاجة تانية خالص. اولا مش هيبقى في دور عالي قوي كده، ثانيا مش هيبقى فيه زباين اتمة زي الجدع اللي قاعد هناك ده. لما انت متضايق من المكان قوي كده جبتنا هنا ليه؟ مش انا، ده تيتو وربنا منا. مش قادرة اتخيل ابدا انكم تعرفوا بعد من 3 اشهر بس. أنا مضطر أمشي يا جماعة، عندي مشكلة في الشغل. هي مشكلة إيه خير؟ غسيل أموال. نور عندك مانع لو تيتو وصلك؟ لا، أوكي. تيتو خلي بالك من نور، ابقى كلمني بالليل. حضرتك تحب تطلبه دلوقتي يا فندم؟ تحب تاخد إيه؟ أنا عايز آخد فيليه. بيبر صوص ولا مشروم صوص؟ مشروم صوص. سوى إيه حضرتك؟ ويل. حضرتك يا فندم؟ انا زيها بالظبط ان شاء الله. اوكي تحت امر حضرتك. شكرا. مرسي. انت برجي ايه؟ مش عارف انا يعني، ما فهمش في الموضوع ده بصراحه يعني. تتكلم جد؟ والله. يعني ما تعرفش اتولدت امتى؟ لا مش للدرجه دي، عارف بس ما اعرفش بقى اليوم اللي اتولدت فيه ده يوافق برجي ايه. انا هقول انت اسد. الله يحفظك، ده من ذوقك، ربنا يخليك يا رب. بون ابيتي. كتر خيرك. اشمعنى بقى حضرتك اخترت الشغلانه دي بالذات يعني؟ الاطفال دول اتولدوا كده يعني، مش بايديهم. في ناس متعتهم في الحياه مشروع تجاري ينجح، قريه سياحيه، عماره تتبني. انما تخيل بقى متعه النجاح لما تقدر تخلي طفل من دول يعيش زي اي طفل طبيعي. انت ما بتاكلش ليه؟ اكل.